السلام عليكم في الحلقة الأسبوعية لبرنامج اتجاهات الصحافة، ونطالع فيها الهجرة السرية وخيار التدخل العسكري، كرسي الرئاسة محل جدل ليبي، تداعيات الأزمة على الواقع الاقتصادي. نناقش هذه الموضوعات مع ضيوفنا عبر سكايب من مصر، الكاتب الصحفي أبو بكر مصطفى البغدادي، وعبر سكايب من بروكسل الخبير في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجائي بركات، وعبر الهاتف من جنيف الباحث في الشأن السياسي محمد خضير. أهلا بكم جميعا. أثار مقترح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عسكرية ضد المهربين المسؤولين عن إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين عبر البحر الأبيض المتوسط انتقادات وتحذيرات أطراف ليبية من أي تحرك، وفيما يتحدث البعض عن أن مجلس الأمن يوشك على الموافقة على مشروع قرار يجيز قصف قوارب المهربين. يصنف بعض النقاد والمتابعين للشأن الليبي أي عمليات في المياه والأراضي الليبية في قائمة التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وهو ما حدا بالبعض لوصف تلك التحركات بغزو ليبيا. ذكر الكاتب نايك سكويرز في مقال على موقع صحيفة ذا تيليغراف أن السلطات الليبية تشعر بالانزعاج الشديد من مقترحات الاتحاد الأوروبي حول سعيه لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد المهربين المسؤولين عن إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين عبر البحر الأبيض المتوسط. وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إنه لم يتم استشارة السلطات الليبية، وحذر من أي تحرك عسكري يهدد سيادة ليبيا، وصرح لقناة بي بي سي قائلاً: لم تتم استشارة الحكومة الليبية من قبل الاتحاد الأوروبي، ولا نعرف نواياهم وأي نوع من العمليات العسكرية سيتم القيام بها في مياهنا الإقليمية، وهذا أمر مقلق. وبيّن الكاتب أن المقترح الأوروبي أثار مناقشات حول التطبيق العملي ناهيك عن شرعية التدخل العسكري، ولم يفسر القادة الأوروبيون كيف سيقومون بالقضاء على العصابات وما سيترتب عنه، ويمكن أن يتم في شكل غارات خفية تنفذها القوات الخاصة عبر الغواصات والسفن والطائرات دون طيار. ولكن النقاد يقولون إن الطائرات دون طيار قد تتسبب في مقتل أبرياء عن طريق الخطأ، من بينهم المهاجرون الذين يتم جمعهم من قبل المهربين في مزارع مهجورة ومخازن ومنازل خاصة على طول الساحل الليبي قبل نقلهم إلى الشواطئ. تطرقت الصحفية الإيطالية لاورو كابون في مقال على صحيفة الإيطالية الفاتو كوتيديانو إلى معارضة كلا الحكومتين لمشروع الاتحاد الأوروبي بالتدخل لضرب قوارب المهربين في الساحل الليبي، وذكرت أنه وفق مسؤول خفر السواحل الليبية في طرابلس العقيد أيوب عمرو قاسم يمكن أن يكون ضرب القوارب استراتيجية غير مجدية، مشيرا إلى أن المهربين ليست لديهم أساطيل حقيقية أو معدات خاصة ليتم تدميرها. أما عن الجانب الآخر، فقد دعا المندوب الليبي عن حكومة طبرق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي لعدم التدخل مطالبا في نفس الوقت بمساعدة الجيش. وأشارت الصحفية الإيطالية إلى أن الممثلة السامية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني وضحت لمجلس الأمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي حيال الأزمة الليبية ومشكلة الهجرة السرية في محاولة لإقناعه بصواب التدخل للمساعدة على وقف تدفق قوارب المهاجرين غير القانونيين نحو الشواطئ الأوروبية. وأضافت أن التدخل يمكن أن يشمل أيضاً عمليات داخل المياه الإقليمية الليبية للقبض على المهربين ومصادرة وتدمير القوارب، وعلى غرار عملية أتلانتا لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي. ذكر الكاتب سوميني سانغوبتا في مقال على موقع نيويورك تايمز أن مجلس الأمن الدولي يعتزم طرح مشروع قرار يجيز للاتحاد الأوروبي استخدام القوة العسكرية لإيقاف قوارب المهاجرين المنطلقة من ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وأشار الكاتب إلى أنه من المرجح أن تتم مناقشة هذا المشروع مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في اجتماع مجلس الأمن الدولي، وستتم
تثير العديد من القضايا القانونية والدبلوماسية الصعبة. ونقل الكاتب عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن مشروع القرار من شأنه أن يجيز للقوات الأوروبية القيام بعمليات عسكرية ليس فقط في المياه الدولية، ولكن أيضا على الأراضي الليبية والمياه الإقليمية الليبية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. ذكر موقع صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن المنظمة الدولية للهجرة طلبت بتحقيق دولي في حادث غرق السفينة التي لقي فيها حوالي 800 مهاجر مصرعهم ليلة 18-19 من أبريل الماضي في عرض المتوسط. ونقلت لو فيغارو عن المدير العام للمنظمة ويليام لاسيي سيونغ قوله في بيان: إذا ما تبين فعلا أن مئات المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول قد وجدوا أنفسهم عالقين في عنبر هذه السفينة، فينبغي اعتبار ذلك جريمة تبرر إجراء تحقيق دولي. وأشارت الصحيفة إلى أن نيابة كاتانيا فتحت تحقيقا في القتل غير العمد والغرق غير العمد والتحريض على الهجرة غير القانونية وحجز حرية أشخاص استهدف اثنين من الناجين، هما تونسي وسوري، ويعتقد أنهما قبطان السفينة ومساعده. تطرق الصحفي الإيطالي جيان لوكا ديفيو في مقال على المجلة الإيطالية لإسبريسو إلى احتمال شن عملية عسكرية في ليبيا من قبل دول عربية بدعم أوروبي على شاكلة التدخل الحاصل في اليمن. وأفاد أنه وفق بعض المواقع الإخبارية العالمية هناك احتمال عقد قمة سرية الأسبوع القادم في القاهرة تضم مسؤولين وقيادات عربية لمناقشة التدخل في ليبيا ومواجهة الجماعات الإسلامية ودعم الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق. وأضاف أنه بحسب مصدر من الجامعة العربية لموقع ديفينس نيوز يبقى الهدف من النقاشات التخطيط للتدخل في ليبيا، وقد يكون لفرنسا وإيطاليا دور فيه، فباريس طلب منها أن تساهم من خلال القوات الخاصة وتوفير الدعم اللوجستي، كما طلب من إيطاليا توفير الغطاء البحري، لكن كلا الحكومتين لم تؤكد بعد تأييدها للخطة العربية. ولفت كاتب المقال إلى أنه وعلى ما يبدو تهدف هذه المبادرة إلى تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا على شاكلة التدخل الحاصل في اليمن، حيث تقوم الطائرات السعودية وقوات من الجامعة العربية بشن عملية واسعة النطاق ضد المتمردين الشيعة في اليمن. أما في ليبيا فقد يستهدف التدخل المحتمل ما وصفهم بالأصوليين المعتدلين الذين يسيطرون على العاصمة طرابلس، علاوة على مواجهة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية المنتشر في عدد قليل من المدن الساحلية. تطرق مراسل موقع مجلة هايز أونلاين توماس باني في تقرير إلى تغير موقف الاتحاد الأوروبي حيال الوضع في ليبيا، مبينا أن الاتحاد بعد أن كان يدعو إلى التسوية السلمية ها هو اليوم على لسان ممثلته للسياسة الخارجية يسعى للحصول على تأييد دولي للتدخل العسكري تحت ذريعة وضع حد لظاهرة الهجرة السرية. وأكد الكاتب أنه نظرا إلى أن ليبيا تعيش اليوم حالة من الفوضى، حيث تتقاتل ميليشيات مسلحة من أجل السيطرة على الدولة الغنية بالنفط، يجدر بالاتحاد الأوروبي الحصول على موافقة الأمم المتحدة لمنح العمليات العسكرية الشرعية القانونية. وأوضح باني أن الجامعة العربية تعمل هي الأخرى على إنشاء قوة تدخل عربية مشتركة طالب بها رئيس وزراء الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب المنحل، كما هو الحال في اليمن. البداية معك أستاذ البغدادي. سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي يقول إنه لم تستشار حكومته بشأن أي تحرك أوروبي تجاه ملف المهاجرين غير القانونيين، إلى ما يشير ذلك في رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وكل السادة المتابعين وأضيفك الأعزاء. في الحقيقة المغالطات التي يسوقها الإعلام الأوروبي لملف المهاجرين غير الشرعيين كثيرة. أنا حاولت أن أدون بعض النقاط حقيقة، لكن يبدو أن بعض المقالات التي عرضتموها تكشف البعض الآخر عندما يقولون أن هناك انزعاج من مقترحات الاتحاد الأوروبي حول السعي لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد المهربين. هل هذا الأمر منطقي أو هل يجوز؟ كيف ستتدخل ضد المهربين؟ هل ستتدخل ضد المهاجرين بعد تحميلهم؟ هل ستقصفهم؟ هل ستقصف الأراضي الليبية التي ينطلق منها هؤلاء؟ هل هي معلومة أصلا؟ هل للمهربين أماكن معلومة أو معسكرات يمكن أن
يتم التعامل معها. كل هذه هي شماعات تعلق عليها الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لم يقدم مشروعا حقيقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بل المؤشرات تدخل في ليبيا وليس لمنع الهجرة غير الشرعية، بل إنهم يعرقلون مجهودات حرس السواحل للحد من الهجرة الشرعية وليس طيب، يعني لمنعها. هذا التحرك الذي تحدثت عنه أستاذ أبو بكر، يعني لم يستشر الأطراف عليه، يعني إلى ما يشير في رأيك؟ يشير إلى غطرسة أوروبية، هم يحاولون اتخاذ قرار بأنفسهم، يحاولون فرضه على الليبيين. طبعا الليبيون الآن لنعترف أن ليبيا ليس بها دولة قوية معترف بها، ليس بإمكانها الحد من الهجرة حقيقة، يعني خاصة أن ربما أشير هنا إلى مؤتمر أقيم الأسبوعين الماضيين بجزر الكناري، حضر الجانب الليبي وحضر الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة. قدم الجانب الليبي متمثلا في القاطع الأوسط لخفر السواحل، أتحدث لأنني تواصلت مع هذا نعم، القاطع بالذات، تحدثوا عن جهودهم لمكافحة الهجرة غير الشرعية وقدموا عرضا مرئيا مدعما بإحصائيات وأرقام نال إعجاب الجميع إلا إيطاليا تحديدا، لنعترف أن موغريني إيطالية وهي تسعى لمصلحة بلادها. إيطاليا لا تسعى لمكافحة الهجرة الشرعية حسب ما شرح لنا العقيد رضا عيسى. إيطاليا هي معبر كما ليبيا معبر، يعني ليست إيطاليا المستهدفة من الهجرة وفق ما حققوا فيه من هؤلاء. إيطاليا حتى الآن تحتجز 4 زوارق ليبية مهمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وليس لها مبرر إلا أن ليبيا ليست مستقرة الآن ولن تسلم لها الزوارق. إيطاليا الأسطول الإيطالي داخل المياه الإقليمية الليبية ويحمي جرافات الصيد ويمنع خفر السواحل نعم، من القيام واضح بواجبهم أستاذ أبو تجاه بكر. هؤلاء. نعم نعم، دعني أنتقل إلى نعم أستاذ بركات. أستاذ بركات، الكاتب نايك سكوايرز ذكر أن السلطات الليبية ترفض أي عمليات عسكرية أوروبية تهدد سيادة ليبيا، يعني ما مدى شرعية مثل هذه العمليات العسكرية؟ طبعا هذه العمليات إن لم تحصل على موافقة مجلس الأمن الدولي وعلى موافقة الحكومة الليبية ستكون عمليات غير شرعية، فبالتالي لا أعتقد أنها ممكنة. من ناحية أخرى، يعني حتى عمليا ليس من السهل أن يتم القضاء على هذه المراكب، يعني هذا يتطلب جهود عسكرية، هذا يتطلب وجود استخباراتي قوي داخل الأراضي الليبية، وهذا أمر غير ممكن الآن، فلا أعتقد أنه سيكون ممكن. وبعدين هذه المواضيع وردت في خطة العمل التي اقترحتها المفوضية الأوروبية أول أمس أو قبل عدة أيام، فهذه الخطة فيها جانب التدخل العسكري، ولكن هذه الخطة لم يتم تبنيها، يعني تبنتها المفوضية الأوروبية وبعد ذلك يجب أن تحصل على موافقة وزراء الداخلية الأوروبيين، وخلال اجتماعهم القادم الذي سيجري في منتصف شهر يونيو أو حزيران القادم، وبعد ذلك يجب أن تحصل على موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي اللي هم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسيتم اجتماعهم في نهاية شهر يونيو، أعتقد يومين 25 و26 يونيو القادم. نعم، فمن الآن وحتى هذا الموعد يعني ستحصل أمور كثيرة، وهناك دول وأطراف أوروبية مترددة في بهذا الخصوص، فلا أعتقد أنه سيكون من الممكن. طيب واضح. نعم أستاذ محمد خضير، الصحفية الإيطالية لاورا كابون تحدثت عن معارضة كلا الحكومتين لمشروع التدخل الأوروبي عسكريا، هل هذا الرفض سيسمع صداه لدى أوروبا؟ أولا، التدخل العسكري لا يمكن أن يكون لا يمكن أن توافق عليه الأمم المتحدة لأنه ضد حقوق الإنسان وضد معاهدات جنيف، وحتى ليبيا لم تستشر في هذا الموضوع كما قال السيد السفير الليبي لدى الأمم المتحدة. أظن أن أوروبا تحاول أن تلعب بهذه الورقة للضغط على الأطراف المتقاتلة في ليبيا حتى يجدوا حل للمشكلة الليبية قبل أن يكون هناك يعني حل مفروض من الخارج. وأوروبا وخاصة فيديكا موديريني تلعب بورقة الهجرة كي تهدد بطريقة غير مباشرة الطرفين على
ايجاد حل ليبي، لان الهجره ليست فقط في من الجانب الليبي، حتى الهجره تنطلق من الجزائر، والهجره الغير شرعيه اكثر بكثير في سبتة وليبيا في المغرب، وتنطلق حتى من سواحل السنغال. يعني ان الهجره ليست لضعف ليبيا او الحاله التي تعيشها ليبيا نعم. الان، صحيح انها كثرت في الاونه الاخيره لان ليبيا للاسف تعيش يعني حاله من عدم الاستقرار، الا ان هذه الورقه هي ورقه، يعني حتى تصريحات بعض الصحفيين اجدها غريبه، انهم يقولون ان الامم المتحده سوف تاخذ قرار بالتدخل. الامم المتحده لا يمكن ان تتخذ قرار بقتل الابرياء، لان الوصول الى المهربين الحقيقيين من المستحيل، وهم يعلمون ذلك، لانهم حاولوا حتى في ان يوقفوا الهجره من اوروبا الشرقيه في سنوات الثمانينات ولم يستطيعوا. هم يعلموا ان هذه الهجره لازم ان توقف من طرف البلدان الافريقيه نفسها، وان لم توقفها البلدان الافريقيه فاوروبا لا تستطيع ان تستعمل القتل لان المعاهدات الدوليه تمنعها من ذلك. نعم، طيب اعود اليك استاذ بركات، في ظل هذا الرفض من قبل الاطراف في الداخل، هل هناك بدائل اخرى للحد من هذه الظاهره؟ البديل الوحيد هو ايجاد حل جذري لاسباب التي تحمل المهاجرين إلى العبور عن طريق ليبيا والذهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر صعب. الحل الآخر هو وجود جيش ليبي قوي ووجود حكومة وطنية ليبية قوية، يعني تستطيع من ناحية أن تسيطر على الأراضي الليبية، والسيطرة صعبة في ضمن الظروف والفوضى الحالية في ليبيا، وكذلك أن تكون طرف مؤثر في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأخرى. فليس هناك إمكانية حاليا، يعني أرى أن هذا الحل البديل صعب تحقيقه إلا في حال تمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وكما قلت الظهور بشكل قوي أمام الأطراف الأخرى، والسيطرة على موارد والنفط الليبي، وهذا الأمر هو الأمر الوحيد الذي يمكن عبره إيجاد حل لقضية المهاجرين غير الشرعيين. نعم، طيب أستاذ البغدادي، الصحفية كابون نقلت أيضا عن مسؤول خفر السواحل الليبية في طرابلس أن المهربين ليست لديهم أساطيل حقيقية للتدمير، يعني ما التعامل الأنسب في مثل هذه الحالات؟ هو ما طرحه الجانب الليبي، الجانب الليبي طرح خطة من خطوتين للحد من الهجرة غير الشرعية، ولم يستخدم تعبير القضاء عليها. الخطوة الأولى هي تدريب خفر السواحل، منع التدخل في عمل خفر السواحل، التي يعني تحديدا هذا الكلام موجه للبحرية الإيطالية التي تتدخل في عملهم وتستفزهم وتمنعهم حتى من أداء مهامهم. الشيء الآخر تسليم الزوارق الليبية المحتجزة في إيطاليا حتى الآن. اقترحوا ايضا شراء القوارب المتهالكه التي يتم على ظهرها تهريب المهاجرين، اقترحوا القوارب الهوائيه التي تصدر من اوروبا ناحيه ليبيا، اقترحوا حتى ايجاد حل لها. هذه هي الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه تاتي في شكل دعم اقتصادي لدول جنوب الصحراء، يعني انشاء مشاريع لهم في مناطقهم بمعنى التنمية المكانية، يعني بحيث لا يلجؤون للسفر إلى أوروبا لأنهم هربوا من مناطق قتال ومن مناطق مجاعات، بالتالي هم يبحثون عن حياة وليس يبحثون عن وطن بعيد عن وطنهم. نعم، طيب أستاذ بركات، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، سيكون التحرك الأوروبي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هل ذلك مبرر للقيام بعمليات عسكرية؟ هو إذا استطاعوا الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي، ويعني قد يحاولوا تمرير هذا الموضوع، أو ربما يتم طلب من جامعة الدول العربية الموافقة على هذا الأمر. ولكن عمليا هذا الأمر غير ممكن، يعني حتى الدول الأوروبية والحكومات الأوروبية الآن تتحدث عن التدخل العسكري، ولكن إذا أصبح هذا الموضوع جديا فإنها ستفكر طويلا
وخاصة ما يجري الآن في اليمن. هل نجحت القوات العربية في اليمن من إيجاد حل للمشكلة اليمنية؟ الظروف والأحوال في العالم الآن أعتقد أنها لا تسمح للاتحاد الأوروبي خوض معارك والدخول في أعمال كهذه. نعم، طيب أستاذ محمد خضير، صحيفة لفوغارو الفرنسية قالت إن المنظمة الدولية طالبت بتحقيق دولي في حادث غرق السفينة في منتصف أبريل الماضي، يعني أو الماضي، نعم، يعني هل ترى أن هذه الخطوة مجرد تصريحات دبلوماسية أو العكس؟ للأسف إلى شيء، ولن يدين أي أحد، سوف يكون كالتحقيقات التي من قبلها عبارة عن تقارير تقدم للأمم المتحدة ثم توضع في أدراج وتنسى للأسف كسابقتها، لأن عملية الهجرة هذه هي الهجرة في حد ذاتها هي عملية إنسانية، والهجرة سوف تتواصل مهما كانت الصعوبات، مهما كانت المخاطر، ومهما كانت التقارير، ومهما كانت التحقيقات، لأن عندما الإنسان يهاجر من أجل إما القوت أو من أجل الحرية أو من أجل كسب معيشة أفضل، وهذه لا يمكن أن تمنعها لا تحقيقات ولا ده. الإنسان يخاطر، أنتم ترون أن الإنسان خاصة الأفارقة يخاطرون بأنفسهم ويعلمون أن الوصول إلى الضفة الأوروبية ضعيف جدا، يعني أن الاحتمال الوصول ضعيف، ومع ذلك هم يقومون بهذه المخاطرة. هل تظن أن تحقيق أو تقرير يمكن أن يمنعهم أو حتى وإن أدين أحد الأطراف في هذه القضية؟ نعم. هل ستتوقف هذه العملية؟ العملية يجب أن تعالج من الجذور، وهي استقرار ليبيا واستقرار المنطقة ككل، والأوروبيين مسؤولون بطريقة مباشرة على عدم الاستقرار الذي وصلت إليه المنطقة، وحتى يمكن أن نقول أنهم يشعرون بالذنب لأنهم هم من أوصلوا المنطقة إلى الحالة التي توجد عليها، زائد على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هم يحاولون بهذه الطريقة أن يخفوا عيوبهم وأن يظهروا للعالم ككل مرة أنهم لهم إنسانية أكثر من العالم العربي أو العالم واضح. الأمريكي نعم. فقط. طيب أستاذ البغدادي، من يتحمل مسؤولية غرق المهاجرين في البحر؟ وفي حال تحديد المسؤولين، هل تظن أنه ستوقع عقوبات على المسؤولين عن هذا الحادث؟ طبعا المهربون هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن هذه الجريمة البشعة، هي جريمة ضد الإنسانية بكل تأكيد، لكن من سيحاسبهم؟ أظن أن الأمر يتعلق بالجانب الأمني في ليبيا قبل غيرها. ليبيا هي من تحتضن هؤلاء المهربين، وليس ليبيون بالمناسبة، ليس جميع الليبيين المهربون، يوجد منهم طليان ويوجد منهم من دول الجوار العربي، بالتالي المهاجرون هم ضحايا لعصابات إقليمية تتحمل المسؤولية كاملة عن غرقهم وعن وصولهم إلى هذه النقطة. لكن هناك نقطة قد أشير إليها، المهاجرون عبر ليبيا في السنة الأخيرة أكبر نسبة منهم من مالي. من الذي تسبب في هجرة الماليين؟ لا شك أنها أوروبا التي تدخلت في أزواد في العام الماضي. بالمناسبة ليس كل المهاجرون يموتون في البحر المتوسط، كثيرون منهم يموتون قبل أن يصلوا إلى البحر، كثيرون منهم يتيهون في الصحراء، ولو تم التنقيب عن خطوط رحلاتهم لوجد الكثير منهم قبائل كانت تموت في الصحراء. نعم. كل من تسبب فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو مسؤول عن موت هؤلاء. نعم واضح. طيب أستاذ بركات، الصحافة ذكرت أن الجامعة العربية تعمل أيضا على تنفيذ نفس التحرك في اليمن بطلب من حكومة الأزمة، هل ترى تطبيق السيناريو اليمني في ليبيا ممكنا أو على ليبيا؟ لا أعتقد. إذا كان هناك نوع من العقلانية لدى مسؤولينا في الدول العربية، لا أعتقد أن الظروف الآن تسمح بالقيام بمبادرة كالمبادرة التي جرت في اليمن وتجري في اليمن.
لا أريد التحدث عن التدخل أو ما يجري الآن في اليمن، ولكن ما زالت الأمور مستمرة. هل ستفتح جامعة الدول العربية جبهة أخرى في ليبيا؟ أعتقد إذا كان هناك حل منطقي وعقلاني يجب أن يكون هدفه الضغط ومحاولة نعم تشكيل حكومة وطنية في ليبيا وحل المشاكل العربية بشكل سلمي وبالتفاهم بين الدول وبين كافة الأطراف. واضح. القيام بعملية عسكرية هذا أمر صعب، سيزيد من التطرف في ليبيا، ومن سيكون الهدف من هذه العملية؟ لا أدري. واضح، نعم أستاذ بركات. اتجاهات الصحافة مشاهدينا متواصل، ابقوا معنا جميعا. يطرح الحديث عن احتمال دخول البلاد في فراغ دستوري إمكانية إجراء تعديلات دستورية تلائم الوضع السياسي الحالي. في الوقت نفسه تستأثر المسألة انتخاب أول رئيس للبلاد منذ ثورة 17 من فبراير باهتمام الفاعلين على الساحة السياسية، خاصة فيما يتعلق بصيغة اختيار المرشح الرئاسي بين الانتخاب المباشر أو تصويت مجلس النواب المنحل على مرشح الرئاسة. ويبقى السؤال مطروحا بشأن مدى قدرة هذا المرشح على جمع الفرقاء وتوحيدهم. ذكر موقع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك في تقرير أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج أبو هاشم أكد أن البرلمان يدرس انتخاب أول رئيس للبلاد منذ ثورة 17 من فبراير 2011، وأكد أبو هاشم أن الخطوة تتم دراستها بشكل جدي لاستدراك الأمر وعدم الدخول في فراغ دستوري بانتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل أعضاء مجلس النواب. وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي أنه سيتم إجراء تعديلات دستورية لأن هناك خطراً حقيقياً يهدد البلاد بفراغ دستوري قد يحدث في شهر أكتوبر المقبل، وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعارض مجلس النواب المنتخب الشرعي، وأنه في حال فشل الحوار بين الأطراف الليبية سيبقى الإخوان معارضين للبرلمان المنتخب من قبل الشعب، وكذلك الأمر فيما يخص انتخاب رئيس جديد للبلاد. أشار الصحفي التونسي مصطفى الجريء بصحيفة المغرب إلى أنه رغم نفي عضو مجلس النواب المنحل ورئيس لجنة الحوار أبو بكر بعيرة ما تم تداوله حول اتفاق اسم رئيس الحكومة القادمة بين الفرقاء، إلا أن مصادر مقربة جدا من وفد مجلس النواب المشارك في حوار المغرب الأقصى كشفت للمغرب أن الاتفاق يقضي بتعيين عبد الرحمن شلجم رئيسا للحكومة التوافقية. وأضاف الجري أنه تم أيضا خلال هذا الاتفاق حذف نقطة تشير بالنص المكتوب إلى حصر الشرعية في مجلس النواب واحتكاره للاختصاص التشريعي، علاوة على نقطة أخرى تتعلق بمسألة دعم الجيش، وسيتم تغيير تلك النقطة لتحل محلها عبارة إعادة بناء الجيش. ومن المتغيرات المتوقعة التي ستتضمنها المسودة الجديدة إنشاء مجلس للدولة. وأوضح أنه لما كان مجلس النواب مدركا لصعوبة تأمين الانتخابات فقد بادر بعقد تلك الجلسة وقرر إلغاء الانتخاب المباشر للرئيس وتكليف في مجلس النواب بالتصويت على مرشح الرئاسة. وهكذا تبرز بجلاء ملامح المحاصصة والترغية بالمسودة الجديدة بين الفرقاء. تطرق الصحفي أيمن الأمين بموقع مصر العربية إلى الأزمة السياسية في ليبيا ودخول البلاد في نفق مظلم يصعب التكهن بنهايته، مشيرا إلى أن ليبيا تعد الدولة العربية التي تجمع بين أحشائها المتناقضات، حوار في الدول العربية والغربية وحراب في الداخل ومطالبات بانتخابات رئاسية في يونيو المقبل، ما يجعل الوضع الليبي غامضا بحسب خبراء. ونقل الأمين عن عضو مجلس النواب المنحل فهمي تواتي أن المجلس سيدعو إلى انتخابات رئاسية في حال فشل أطراف الحوار الليبي في تحقيق نتيجة ترضي الشعب الليبي قبل شهر يونيو المقبل. وأشار الكاتب إلى أنه بالرغم من المساعي العربية والدولية بشأن إيجاد حلول للأزمة الليبية والتي اقتربت من عامها الأول منذ اندلاعها في مايو الماضي وحتى الآن، إلا أن لغة السلاح تغلبت على جلسات الحوار بين الفرقاء.
ونقل الأمين عن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام قوله إن مقترحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تستند إلى الحل الموضوعي والشامل والمتوازن في ليبيا، وهي مرفوضة تماما وغير قابلة للنظر. أستاذ البغدادي، بداية النائب فرج بوهاشم يؤكد لموقع وكالة الأنباء الروسية دراسة انتخاب أول رئيس للبلاد، كيف ترى هذه الخطوة بمزامنة الوضع الراهن؟ الوضع بالنسبة للنواب وبالنسبة للمؤتمر تعقد كثيرا، كل يبحث عن مخرج مهما كان، المهم أن يحفظ له ماء وجهه أمام من يمثلهم. النواب الآن يعرض فكرة الانتخاب من داخله لرئيس للدولة وليس رئيسا للحكومة. بشاغة أيضا في تغريدة له يقول أنه سجلت أنا هذه النقطة، يقول أنه بحال رفض أطراف الحوار التنازل من أجل الوطن فلا مناص من انتخابات جديدة لمرحلة انتقالية أخيرة قبل إقرار دستور دائم، فالشعب أقدر على حماية وطنه، يقول بشاغة. إذا هناك أيضا صلاح يتحدث عن شيء مقارب من ذلك، يبدو أن الموضوع مطروح خلف الكواليس لم يعلن عنه حتى الآن. بعض الأسماء التي طرحت هي في فترة ما كانت مرفوضة بالمطلق، لكن كلما تقدم الحوار وكلما ساءت الأمور تحديدا في ليبيا سوف تكون هناك تنازلات أكثر، وتنازلات قد تكون أليمة في مرحلة ما. نعم، قد يضحى ببعض القوانين. نعم، واضح. طيب أستاذ بركات، يعني في حال انتخاب رئيس من قبل النواب في طبرق، هل سيغير شيئا في الإشكال السياسي أو أنه سيزيده تعقيدا؟ إذا كان حصل الرئيس المنتخب على موافقة كافة الأطراف الليبية بالطبع سيكون ذلك، سيؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية أولا أمام المجتمع الدولي وأيضا داخل ليبيا. أمنيتي كمواطن عربي وكإنسان عربي أن يعم السلام وفي الدول العربية ومنها ليبيا طبعا، يجب أن تكون لدينا ثقافة مشاركة الآخرين حتى لو اختلفنا معهم سياسيا في الحكم، والحلول يجب أن تكون داخلية أولا وعربية إذا دعت الحاجة. انظر ماذا حصل في لبنان، كان هناك اتفاقيات الطائف ولكن اتفاقيات الطائف لم تحل المشكلة اللبنانية، حتى الآن في لبنان لا يوجد رئيس جمهورية منتخب. فعلينا بالفعل يعني أن تكون لدينا هذه الثقافة، ثقافة مشاركة الآخرين كافة الأطراف في الحكم كي نخرج من المآسي. أعمال القتل والعنف التي تجري في عدد من الدول العربية الآن لن تؤدي إلى نتيجة، ولكنها أدت إلى دمار وستؤدي إلى دمار أكبر. واضح. ليبيا دولة نفطية غنية لديها إمكانيات هائلة جدا، وكل عيون العالم أنا أرى من هنا من بروكسل طموحات بعض الدول الغربية في دولنا العربية وفي ثرواتنا، يجب علينا أن نصحو قليلا و نعود إلى طريق الصواب. نعم. طيب أستاذ محمد أخدير، يعني ما دام مجلس النواب المنحل يدرس جديا كما قال أبو هاشم في تسليم سلطته لجهة منتخبة وجديدة، لماذا لا يبرم اتفاقا مع الطرف الآخر على حل شامل؟ والله البرلمان طبرق يعاني من الشرعية، لأنه هو في حد ذاته حل من طرف المحكمة العليا الليبية في طرابلس، وهو يحاول أن يجد شرعية جديدة في انتخاب رئيس يمثله، وكأنه يقول قال هناك رئيس دولة وهو يريد أن يسابق الزمن قبل أن يفعلها المؤتمر الليبي، لأن حتى في المؤتمر الليبي كان هناك أفكار حول انتخاب رئيس للدولة. لكن هذه العملية للأسف لم يحسبها البرلمان طبرقة بطريقة يعني سياسية، لأنها تؤزم الوضع، ولم يكن معترف به حتى وإن انتخب وحتى وإن قدم أي شخص من البرلمان، لم يعترف به إذا لم يعترف به الطرف الآخر. فالقصة أو الحكاية هي أن يتفق الطرفان، عندما يجد الطرفان حكومة موحدة انتخاب رئيس الجمهورية شيء أسهل شيء، لأن التوافق هو المبدأ
وهو الحل وهو وضع السلاح، بعدين ممكن تنتخب رئيس في أي واضح. مرحلة نعم مراحل الحل السياسي. نعم هذه العملية هي عملية، مع احترامي لكل الأطراف الليبية، عملية ابتزاز وعملية إعادة شرعية البرلمان الذي نزعته المحكمة العليا. لكن أنا مع ذلك أبقى على كلمة أن لا شرعية في ليبيا اليوم إلا للشعب الليبي، وأن يتنازل البرلمان والمؤتمر على كلمة من يمثل الشعب الليبي، ويجلسوا جميعا للتفاوض من أجل إيجاد حكومة ائتلافية أو حكومة منتخبة من أو حكومة يتفق عليها الطرفين تمثل حقيقة الشعب الليبي، وبعدها يعني حكاية الرئيس حكاية فرعية. نعم، طيب أستاذ البغدادي، بعض الصحف اهتمت بالكشف عن أسماء الحكومة القادمة، كيف يمكن الحديث عن رئيس حكومة توافقية في ظل عدم وجود حل للخلاف على الشرعية؟ الإعلام أو تسريبات الإعلام هي يبدو انها لنفس النبض، يعني هناك طرحت بعض الاسماء كانت في فتره ما كما اشرت مستحيل القول بها، لاحقا اصبحت شخصيه جدليه، ربما بعد قليل ستصبح شخصيات مقبوله وتصبح عليها توافق، اذا هي مجرد فقاعات اعلاميه وقد يكون لها اساس من الصحه. لكن يعني ما يشاع او ما يعلن على الملا هو غير ما يدور خلف الكواليس. يعني مصادر من المؤتمر الوطني تقول انها قبلت ان يكون مجلس النواب هو الممثل او الجسم التشريعي في ليبيا، لكن هم يعملون على تحديد صلاحياته او بالاصح تقليص صلاحياته او حتى نزع جل صلاحياته منه باستثناء امور بسيطه تحفظ له مع وجهه ولا تجعله فاعلا كما يبتغي هو. اذا ما يعلن على الاعلام هو غير ما يدور خلف الكواليس حقيقه بتاتا، يعني او هناك اختلاف كبير جدا. نعم، مسألة رئيس الحكومة أنا أظن أن المسألة ستكون محاصصة، وإذا بقي مجلس النواب فأظن وهو تخمين لا أكثر أن المؤتمر هو من سيحدد رئيس الحكومة المقبل. طيب أستاذ بركات، يعني الصحفي التونسي مصطفى الجري تحدث عن مقترح ليون الأخير، في رأيك ما النقاط التي من الممكن أن تستبدل في مقترحه؟ عفوا لم أسمع جيدا سؤالك. نعم، طيب أعيد إليك السؤال من جديد. الصحفي التونسي مصطفى الجري تحدث عن مقترح ليون الأخير، في رأيك ما النقاط التي من الممكن أن تستبدل في مقترحه؟ يا أستاذي الكريم، لا تنتظر من أي جانب خارج ليبيا أن يقدم لكم اقتراحات ونقاط. أعتقد الموضوع يجب أن يكون ليبي أولا وأخيرا، وربما عربيا إذا احتاجت الأطراف إلى مساعدة بعض الدول العربية في من أجل الخروج من المأزق. أصول الفلسطينية علمتني الكثير، ماذا حصل معنا، انتظرنا مجلس الأمن الدولي، انتظرنا الأمم المتحدة، انتظرنا الدول العربية الأخرى، انتظرنا الاتحاد الأوروبي، وكان لدينا أمل كفلسطينيين إيجاد حل. حصل الخلاف بين فتح وحماس، وما دامت هناك غياب للإرادة والرغبة الوطنية الداخلية لإيجاد الحلول لن يتم هناك إيجاد حل. انتظار المبعوث الأممي أو مبعوث أوروبي وانتظار اقتراحاته، يعني أعتقد أن الليبيين أنفسهم يعلمون جيدا مصلحتهم أكثر من الأطراف الأخرى. نعم، لا أعتقد أن بإمكان الاتحاد الأوروبي أو أي مبعوث أممي آخر أن يقدم مساعدات لليبيا أو يقدم يبذل الجهود وإمكانيات يقدم الإمكانيات لليبيا من أجل الخروج من هذا المأزق، ما دام هناك غياب رغبة داخلية لدى الأطراف الليبية نفسها في التوصل إلى اتفاق. مهما اقترح المبعوث الأممي ودون موافقة الأطراف الليبية لن يتم التوصل واضح. لاتفاق. نعم، أعتقد أن الشعب الليبي قادر أن يقدم هو بنفسه
وخاصة أنه لا توجد ما يسمى بالفرنسية كليفاج، لا يوجد تناقض في، لا يوجد سنة وشيعة، لا يوجد مسلمين ومسيحيين، لا يوجد خلافات عرقية كبيرة ومذهبية. أعتقد من السهل إذا تم بذل الجهود وتكون هناك نوايا حسنة للليبيين، من السهل الخروج من المأزق دون نعم. مساعدة المبعوثين الأجانب. طيب أستاذ محمد أخدار، يعني نعود إلى الحديث عن فكرة الانتخابات. الصحفي أيمن الأمين نقل عن النائب فهمي تواتي بأن مجلس النواب المنحل سيدعو إلى انتخابات رئاسية في حال فشل الحوار. هل ترى أن مجلس النواب المنحل في خطوته هذه يعزز وجود تياره، أو هو يفعل ذلك خوفا من أي فراغ دستوري؟ اولا كما كنت اقول في لغطرح علي السؤال بطريقه اخرى، ان البرلمان في حد ذاته يعاني من الشرعيه، لانه نحن نعلم انه حل من طرف المحكمه العليا في طرابلس. لذا فاي شخص ينتخبه كرئيس او حتى لو انتخب اي شيء اخر لن يكون له شرعيه. الشرعيه تأتي من الشعب الليبي ومن كل ممثلي الشعب الليبي، وإذا لم يجلس الطرفان ويتفقوا على حل مشترك وعلى حكومة ائتلافية تجمع كل الفرقاء الليبيين، وأنا أتأسف أن أقول الفرقاء الليبيين لأنهم في الحقيقة كلهم ليبيين، أن يجلسوا إلى طاولة الحوار وأن يقولوا كفى لعملية تدمير ليبيا المستمرة منذ الآن تقريبا 4 سنوات. يجب أن يفهم أن البرلمان أن عملية الانتخاب والهروب إلى الأمام ليس الحل، لأن هذا لا يعني أن في انتخاب رئيس سوف يعترف به أولا على الجانب دوليا، وأن يكون له الكلمة، وأن يذهب للمؤتمر الليبي يحل المؤتمر الليبي نفسه. بالعكس، أنا أرى أن هذه الفكرة هي تعقيد للعملية حلحلة القضية الليبية. وأشارك أخي الفلسطيني، وأنا آسف لم أسمع اسمه جيدا، أن الحل سيكون من داخل ليبيا. صحيح هناك دول جوار مثل الجزائر التي يمكن تلعب دور محوري في هذه القضية، والجزائر فتحت أبوابها للفرقاء الليبيين كما فعلت المغرب، وأنا ذلك أشكر المغرب أنه حاول احتضان المحادثات الليبية. يمكن أن يكون الحل عربي، لكن عن طريق الجامعة العربية أنا لست متفائلا جدا. فدول الحوار، دول الجوار هي التي يمكن أن تقنع كل الأطراف للجلوس. أما انتخاب رئيس كما قلت، فهذه يعني هذا موضوع فرعي يأتي بعد أن تحل المشاكل الأمنية الموجودة اليوم. نعم. طيب أنتقل إلى أستاذ البغدادي. أستاذ البغدادي الجري تحدث أيضا عن المحاصصة الحزبية والمصالح بين الفرقاء، يعني هل يعمق انتخاب مرشح رئاسي هو أو يجمع الفرقاء باختصار لو سمحت؟ نعم، قلت أن اليون اجتمع بالأحزاب عادة تطرح اسم أو اسمين، فإن لم يعترض عليها الطرف فهو يعرضها على الطرف الآخر. أعتقد أن هناك شخصيات يمكن التوافق عليها. أنا رأيت اليون يوم أمس يجتمع مع أحد أحفاد العائلة السنوسية. أعتقد أنه خيار مطروح الآن، أو ربما أراد من طرف خفي أن يشير إلى العائلة السنوسية. طرح أسماء أخرى لم يحدث حولها جدل. هناك في الواقع أسماء كثيرة ليست محسوبة على أي طرف من الأطراف، في العادة هم شخصيات تكنوقراط وليسوا سياسيين، وبعض الشخصيات السياسية لا نغفل مثلا السيد مجرب، ولا نغفل أن يتم انتخاب هذه الشخصية من الشعب إذا استطاعوا أن يتنازلوا، يقدموا تنازلات مهمة الآن ليسمحوا بإجراء الانتخابات التي تتطلب إجراءها استقرار أمني ووقف لإطلاق النار، ويتطلب أيضا وقت لا بأس به. نعم. نعم. ننتقل إلى المحور الأخير، ابقوا معنا ضيوفنا الكرام.
يمثل القطاع الاقتصادي أبرز القطاعات تضررا بسبب الأزمة الدائرة في البلاد، وتبرز تداعيات تلك الأزمة بصفة جلية خاصة على القطاع المالي الذي أصبح يتكبد العديد من الخسائر. وتبقى مسألة تتبع الأموال المهدرة سواء أيام حكم القذافي أو بعدها محل جدل في الأوساط السياسية والاقتصادية داخليا ودوليا، ولعل أبرز تلك القضايا ملف جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال على مليارات الدولارات التي خسرتها الهيئة مدة حكم القذافي. ذكر الكاتب جيمس تيتكومب في مقال على موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن صحيفة ذا تيليغراف البريطانية أن رئيس هيئة الاستثمار الليبية السابق عبد الرحمن بن يزة يحاول استعادة سلطته على الهيئة بعد أن تمت إقالته من منصبه في شهر أكتوبر الماضي. وبين الكاتب أن هيئة الاستثمار الليبية رفعت دعوى قضائية ضد بنك جولدمان ساكس وسوسايتي جنرال في دعاوى منفصلة مدعية تورط البنكين في خسارتها لمليارات الدولارات خلال العهد بعمر القذافي. وأشار كاتب المقال إلى أن بن يزة رفع دعوى لاسترجاع منصبه لدى المحاكم البريطانية ووكل مكتبا للمحاماة للدفاع عنه. واعتبر الكاتب أن الخلاف بين الجانبين يمثل منعطفا فريدا من نوعه في الأحداث حول من لديه الحق في تمثيل الهيئة. ونوه كاتب المقال إلى أن الخلاف يهدد بمعارك قانونية موازية ضد جولدمان ساكس وسوسايتي جنرال على مليارات الدولارات التي خسرتها الهيئة خلال حكم القذافي. ذكر الصحفي الليبي أحمد الخميسي في مقال على صحيفة العربية الجديدة أنه وفق ديوان المحاسبة الليبي بلغ حجم إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت ثورة 17 من فبراير نحو 158 مليار دينار، واتسم الإنفاق الحكومي في الأعوام السابقة بالإسراف والهدر. وأشار الخميسي في تقريره إلى أن الديوان أوضح في تقريره السنوي لأن حجم الإنفاق الحكومي منذ 2012 حتى 2014 لا يتناسب ومستوى الخدمات التي قدمتها الدولة. وأوضح الكاتب إلى أن الإنفاق في ليبيا في السنوات الثلاث الماضية توزع بين المرتبات البالغة 65.9 مليار دينار، وكانت النفقة التشغيلية للحكومة 30.67 مليار دينار، والإنفاق على مشروعات التنمية 22.7 مليار دينار، والدعم 33.89 مليار دينار، والدين العام 4 مليارات دينار فاصلة 89. أستاذ البغدادي، ما تعليقك على الصراع الدائر حاليا حول منصب هيئة الاستثمار الخارجي؟ الحديث عن الأموال المنهوبة حديث لا ينتهي حقيقة، والحديث بالأرقام يصيبنا بالذهول، لأن كل الأموال المجمدة مثلا في ليبيا لم تسلم، الاستثمارات الخارجية وما يتعلق بأرباحها مجهولة، يعني يقال أن 65 مليار هي استثمارات حجم الاستثمارات الخارجية لم تدر أي درهم إلى ليبيا منذ 2011، الفساد المالي الذي تطرع له ديوان المحاسبة أيضا، 8 مليارات فقط ستوفرها خزينة الدولة في حال انضباط صرف المرتبات، بمعنى أن هناك 8 مليارات منهوبة فقط في صرف المرتبات. أيضا الأموال المجهولة وعلى رأسها مثلا محفظة ليبيا أفريقيا ذات 6 مليارات دينار، أين هي؟ من يتحدث عنها؟ لا أحد أبدا يتحدث عنها. هي تملك على الأقل 17 شركة بالداخل والخارج، تتبعها شركات فرعية يصل مجموعها إلى 152 شركة. أين هي هذه الشركات وأين أرباحها؟ بل أين رؤوس أموالها؟ أين هي هذه؟ يعني هذه تتعلق بدول أفريقية التي ربما البيانات فيها غير واضحة. هذه المحفظة يديرها شخص في المدة الماضية، لا أدري إن كان موجود حتى الآن، مستواه التعليمي شهادة ثانوية، عمره في الثلاثينات، يعني كلف بعد 3 سنوات فقط بإدارة هذه المحفظة الضخمة. تتبعها شركة مثلا FMC وهي في لندن في بقرب السفارة الليبية مقرها. هذه شركة تدر الملايين. أيضا نقلت منها بعض الشركات إلى دبي دون إجراءات رسمية ودون موافقة الجمعية العمومية أو عرضها على الجمعية العمومية. نعم. شركة راسكوم ستار المعروفة للأقمار الصناعية أيضا تملك فيها ليبيا 63%. رأس مالها أعتقد في حوالي 80 مليون.
يعني الأرقام حقيقة مذهلة وتصيبنا بالغثيان وليس بالذهول فقط. واضح، نعم. نعم. طيب أستاذ بركات، هذا الخلاف ما تأثيره في القضية التي رفعت ضد بنك جولدمان ساكس وسوسيتي جورنال؟ موضوع الاستثمارات موضوع شائك. في الواقع إذا كانت الخسائر ناجمة عن عمليات استثمارية شراء أسهم، انخفضت قيمة الأسهم خلال الأزمة الاقتصادية المالية التي عاشها العالم قبل عدة سنوات، فلا أعتقد أن بإمكان السلطات الليبية محاكمة البنوك التي قامت بإدارة هذه الأموال أو الاستثمارات، لأنه لو كانت الاستثمارات أدت إلى إيجاد أرباح وحققت أرباح يعني ستكون نفس الشيء، فبالتالي حساب الربح أو الخسارة في العمليات الاستثمارية هذا شيء، والخلافات على من يرأس دائرة الاستثمارات الليبية شيء آخر. حصلت عدة سوابق وبعض الأطراف في أوروبا لاحقت بعض البنوك خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي عاشتها أوروبا، الأزمة المالية والخسائر التي نجمت، ولكن لم تؤدي إلى نتيجة. عندما تستثمر في مجال ما إلا إذا حصل هناك اختلاس أو عمليات سرقة أو إخفاء رؤوس أموال، وأعتقد أنه بالنسبة لليبيا يعني قد يكون هناك أموال طائلة امتلكتها الحكومة الليبية السابقة إبان عهد القذافي الرئيس القذافي، بإمكان المطالبة فيها، ولكن من أجل المطالبة فيها هناك عدة شروط، ويجب أن تكون هناك حكومة ليبية وسلطات نعم. ليبية قادرة على محاكمة وملاحقة واضح المؤسسات نعم أستاذ التي بركات. توجد فيها هذه الأموال. الآن إذا كانت هذه الأموال موضوعة داخل حسابات رقمية كما هو الحال في بعض البنوك السويسرية، سيكون من الصعب الحصول عليها. بعد انهيار نظام الرئيس القذافي كان يتم التحدث في أوروبا عن وجود 80 مليار دولار استثمارات ليبية في دول في الغرب، ولكن حتى الآن لا أعتقد أن السلطات الليبية استرجعت أي جزء من هذه واضح الأموال. أستاذ بركات، اسمح لي أن أنتقل إلى أستاذ محمد خضير. أستاذ خضير، يعني هل ترى أن الأطراف في الداخل لديها الرغبة الحقيقية في الحفاظ على إدارة المال العام في ظل هذه الفوضى؟ لا، للأسف حتى وإن كان لها الرغبة ليست لها الشرعية للوقوف أمام البنوك الأجنبية مثل سوسيتي جنرال ومثل البنك الآخر الذي ذكرته. وأنا أعطيك على سبيل المثال أكبر شركة بترولية ليبية في الخارج وهي تام أويل، والتي يعني مقرها هنا في سويسرا في 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 جنيف، ويبلغ رقم أعمالها في 2010 يعني قبل الثورة كان يبلغ رقم أعمالها هنا في أوروبا فقط بنحو 8 مليار دولار. وهذه الشركة يعني لها استثمارات في الجابون، في السنغال، في كينيا، في كوت ديفوار، في الكاميرون، في المغرب، في تونس. هذه يعني شركة من أكبر الشركات التي البترولية نستطيع أن نقول في العالم، وهي شركة ليبية تقريبا بحصة 100%. هذه الشركة أصبحت الآن أهملت، مع أنها يعني كانت القلب النابض للاستثمارات الليبية في الخارج، لكن من له الحق أن يطالب بحسابات وبإدارة هذه الشركات ما دام المطالب يمكن أن يصطدم، يعني حتى محامو يصطدمون بكلمة شرعية، لأنه نعم. أي محامي يمكن أن يقول أن هذا لا يمثل الدولة الليبية. نعود سيدي دائما إلى أن الليبيين يجب أن يعلموا أن كلما طال الخلاف بينهم فإن أموالهم تؤكل للأسف بطريقة يعني همجية، وشيء يدمى له القلب حقيقة. واضح، نعم. انتهت حلقة اليوم مشاهدينا، أشكر ضيوفنا عبر سكايب من مصراتة الكاتب الصحفي أبو بكر مصطفى البغدادي، وكذلك عبر سكايب من بروكسل الخبير في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجائي بركات، وشكر موصول أيضا إلى الباحث في الشأن السياسي محمد أخضير، كان معنا عبر الهاتف من جنيف. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. تقبلوا تحية فريق البرنامج ومحدثكم علي نشوان، في أمان الله.